جايا جاكسون فتاة عمرها 15 سنة، ذكية وموهوبة ولطيفة، لكنها كانت تعاني من الوحدة، بس ما كانت تبين حق الناس هذا الشيء، كانت تضحك وتسولف وياهم، بس في داخلها كان عندها ألم، كان عندها فراغ، ولكن ما كانت تؤمن بأن الناس عندها حل مشكلتها. وشو سوت؟ راحت للسوشيال ميديا، بدأت تكلم الناس وتحاول أنها تلقى حل عند الناس اللي في السوشيال ميديا، إلا أن مشكلتها هناك ضاعفت وزادت. تعرفون ليش؟ لأنهم قاموا يعلقون على شكلها وتصرفاتها. وشو سوت؟ في يوم من الأيام طلعت فوق مبنى من 10 طوابق وقعدت فوق كم من ساعة وتمت تفكر، وفجأة نطت وأنهت حياتها. الكاتبة فيرجينيا وولف، هذه كاتبة كانت كئيبة وتعاني من الحزن الشديد، حتى أنها كتبت مقالة مطولة صارت بعدين عبارة عن كتيب عن الوحدة، وكيف أن الوحدة مهمة وقيمة في حياة الإنسان. وفي النهاية انتحرت بطريقة روائية، حطت حصى أو صخر كبير في ثيابها ونطت في النهر وغرقت. لذلك لا تستهينون بموضوع الوحدة، إذا تشوفون حد يعز عليكم ودائما مختلي بينه وبين نفسه ومنعزل عن الناس، فلازم تأخذون لشخص مختص، لأن الوحدة قد تكون قاتلة في كثير من الأحيان.